بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نشوف اليوم تطبيق على استخدام ال HBridge L293 باستخدام بيك مايك كنترولر. طبعا راح نشوف عندنا أول تطبيق لها اللي هي السيدروم درايف. زي ما احنا شايفين هون سيدروم درايف جاست، بس الماتور تبعه مشبوك بحيث انه يحرك الدور تبعه أو الباب هذا بناء على الزر اللي نضغط عليه. طبعا هاي هون لاحظوا انه تحرك فتح الباب، لو ضغطنا الزر الثاني اللي هو هون راح يسكره. هون إذا عندنا بيفتحه، هون عنا بيسكره. كان معكم وليد النتشي، إن شاء الله ترقبونا في تصاميم جديدة. شكرا.